بتنظم جمعية جرين مايند النسخة السادسة من باكاثون لبنان يلي رح يحمل هالسنة شعار بوردر تو بوردر أو من الحدود إلى الحدود، واختارت هالعام دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وإلقاء الضوء على أهمية دمجهم بالمجتمع وقدرة الرياضة على المساهمة بذلك، إضافة للتوعية على أهمية إنشاء ممرات آمنة للدراجات الهوائية بالقرى والمدن. هيكاتو هو حدث له أهميته لحتى نخلق ثقافة جديدة ونقدر نوعي المجتمع المدني لحتى يستعمل الدراجات الهوائية، نعرف المجتمع إنه هول الشباب قادرين ينبسطوا يلعبوا يروحوا يطلعوا ويشتغلوا. على الدراج الهوائي رح ينطلقوا عبد الناظر ويوسف المراد صباح الجمعة 24 تموز من الأبيات وصولا إلى أهدين مع نهاية اليوم الأول قبل ما يكملوا السبت باتجاه تنورين، أما اليوم الثالث فرح يشهد قطع المسافة الأكبر البلغة حوالي 118 كيلومتر من تنورين وصولا إلى حمانة، ويتوجهوا باليوم الأخير إلى مرجعيون نقطة النهاية ليكونوا بالتالي قطعوا حوالي 400 كيلومتر على مدى 4 أيام. ويذكر أنه هالحدث رح يتم تخطيطه من قبل الـ LBCI على أنه يعرض فيلم وثائقي عنه بوقت لاحق.